فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في أول مواعيدنا الرياضية، والبداية بأخبار الترجي وتحضيرات الغياب دور نهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، وليجمع نهار السبت بالأهلي المصري في ملعب القاهرة 6 بتوقيت تونس. فريق كان تحاول البارح في رحلة خاصة في اتجاه مصر، واليوم يدرب بأحد الملاعب الفرعية، وغدوة يجري الحصة التدريبية الأخيرة بملعب المباراة، وقبلها يكون الموعد مع الندوات الصحفية. لكن قبل هذا نسمع متوسط الميدان حسام تقا وانتظاراته من مباراة الإياب بعد التعادل دون أهداف. الموتيفاسيون موجودة، فينال سي نورمال، الستريس حقيقة صحيح موجود مي بوزيتيف، بالعكس يزيد يشجعنا أكثر، وقاعدين نعملوا في الفيزيوناج نتاعنا باش نصلحوا الغلط اللي عملناهم، وإن شاء الله الماتش يتعدى خير إن شاء الله. غادي عندنا برشا جوريد عندهم إكسبيريونس برشا في الأفريق، زادة يلزم برشا كونسنتراسيون، 90 دقيقة يلزمك مركز، شي تلعب نتصور على بتي ديتاي، إن شاء الله نكونوا مركزين 90 دقيقة. جمهور الترجي ديما معنا، ديما دز معنا في أي وقت وفي أي بلاصة، كيما عودونا هذيك جمهور الترجي ديما ورانا، نشكروهم وإن شاء الله نعودوهم إن شاء الله. وعلى ذكر كلام حسام تقا، جمهور الترجي انطلق في التحول القاهرة تقريبا من نهار الأحد ونهار الاثنين، وشفنا حتى البارح كان موجود في توديع الترجي في مطار تونس كارتاج، وأيضا في رحلات من مختلف دول القارة. بالنسبة لتحكيم المباراة، مباراة الإياب، نلقاو فيها الكونغولي جون جاك اندالا كحكم رئيسي، مع زوز مساعدين، واحد من ليزوتو والثاني من بوركينا فاسو، مع حكم رابع متشاد، وفي الفار الجزائري لحلو بن إبراهيم ويساعدوا الغاني الداني. نرجع لتونس، البارح تلعبت الدفعة الأولى من جولة 11 للبلاي أوت، مستقبل سليمان كان ربح مستقبل المرسى 1-0، هدف فونينغ في دقيقة 49، انتصار جاء في وقته حسب المدرب فخر الدين قلبي. أول حاجة صار حاب نشكر جوية الطاير اللي كان رجع ضغط رهيب، ضغط كبير برشا، خاصة كنا مستحقين ثلاث نقاط الثقة، ثقة للاعبين، ثقة للمدير، ثقة للجمهور، صحيح خذيت الجمعية، خذيت مستقبل سليمان في وضعية صعبة، خاصة بالنسبة لي أنا موجوع مقابل قوى فرديه بكفتة، حكم اللي صراحة ممكن كان خرجت متعادل في مقابل قوى فرديه بكفتة ما نخرجش في الحال، ماناش مطالبين باش نحن نخدموا هدية كبير، مالغري سا شوف المقابلة كومبليمون ميريتي، سجلنا هدف كنا نجم نسجلوا أكثر من هدف، شوف راس شبكة فارغة، لازمنا نزيدوا نتحسنوا في الكوتي هذه، نتحسنوا خاصة قدام المرمى باش نسالوا على روح المقابلات. بالنسبة لي أنا أون فا با لا شي، مازلنا موجودين مازلنا عايشين، عندنا ثلاثة نقاط مهمة كما قلت في الثقة، بارتيغ من زمان إن شاء الله أنا وجوارد بتاعي نبداو نخمموا مقابلة النادي هذا بنزرتي في الملعب بتاعنا، أكيد بالنسبة لي أنا لآخر رمق لآخر مقابلة قدرة ربي نفرحوا الجماهير هذايا ونخليوا مستقبل زمان في المكان اللي يستحقه. اتحاد تطاوين بدوره كان انتصر امام اتحاد بنغردين 2-1، البداية بتسجيل ابناء بنغردين بهدف ايوب مشارك في الدقيقة 37، ثم تعديل التطاوين دقيقة 78 من مؤمن الرحماني، وتسجيل هدف الفوز من فابيان ويلي دقيقة 82، وهذا المدرب سيف غزال وكلامه على ثلاث نقاط صعيبة في تطاوين. الحمد لله الفترة الأخيرة ما عملناش بوكو سيونس، عملنا 5 حصص تمارين ولا 4 حصص، دمنا برشا على الكوتي بسيكولوجيك على الكوتي مونتال بتاع الملاعبية، الإدارة ما قصروش، عملوا مجهود كبير برشا باش نحلوا المشاكل اللي نتاعنا، حاولنا قبل المقابله الحقيقه مع الاطار الفني نقراو السيناريو الكل، لكن الحمد لله من بعد في التغييرات حاولنا باش نغيروا حتى في الديسبوزيتيف نتاعنا، حاولنا باش نلقاو الحلول، الحمد لله لقينا الحلول، وانتصار مهم يلزمناش نكبروه برشا، لكن في ميدان لازم تولي قاعده هذه ثلاثة نقاط يوليو ديما مهمين، كل فريق يجي لهنا يعرف اللي يلزم يتعب برشا باش يحصل حتى نقطه في التطاوين. المقابلات الجايين زاد كيف كيف مهمين، تو عندنا خطوه اخرى هي قفصه ومن بعد نكملوا مشوار البطوله، ربي يوفقنا ان شاء الله. اليوم بقيت الجولة ماضي 3.5 زوز مباريات، النادي البنزرتي مع قوافل القفصة، مباراة صفرها محرز المالكي ونجم المتلاوي مع الأولمبي الباجي، التحكيم سيكون لأسامة بن إسحاق. نذكر بالترتيب في البلاي اوت قبل مباريات اليوم، المركز الاول للسيابي 22 نقطه تونس مباراه، مرتبه ثانيه بين بيجا وتطاوين 21 نقطه وبيجا منقوصه من مباراه، مركز رابع بين قفصه وبنغردين 16 نقطه وقفصه منقوصه من مباراه، مرتبه سادسه للمتلوي 15 نقطه وتنقصها مباراه، ومرتبه سابعه واخيره بين المرسى وسليمان ب 12 نقطه. بالنسبة للجولة الخامسة إياب بالبلاي أوت، يعني الجولة 12 كلها تتلعب نهار الأحد 26 ماي مع ماضي 3.5، وهذه تعيينات الحكام، مستقبل المرسى الأولمبي الباجي صفر عامر شوشان، مستقبل سليمان النادي البنزرتي الصادق السالمي هو الحكم، خواف قفصة اتحاد تطاوين حسام بولعريس واتحاد بنغردين مع نجم المتلوي تحكيم خالد قويدر. إلى البلاي أوف، مرحلة التتويج نهار السبت ماضي 3.5، نجم الساحلي الملعب التونسي مباراة يصفرها أحمد الذوادي، وفي الفار نلقاو أيمن النصري، ونهار الأحد 5.5 في ملعب بنجنات الاتحاد المنستيري مع النادي الصفاقسي تحكيم فرج عبد اللاوي، وفي الفار نعيم حسني، ونذكر أنه نهار الأحد 2 جوان يتلعب ديربي العاصمة 5 في رادس بين النادي الإفريقي والترجي. في
في الرابطة المحترفة الثانية بسرعة نعطيكم تعينات الجولة العاشرة إياب نهار السبت ماضي 3:30 في المجموعة الثانية مستقبل رجيش ترجي جرجيس سبورتينغ المكنين أمل الجربة محيط قرقنا نصر جلمة الملعب الجابسي هلال الشابة أمل الرقبة مكارم المهدي أولمبيك مدنين مع مستقبل جابس سيدي بوزيد معفى في الجولة هذه ثم نهار الأحد في المجموعة الأولى جمعية تريانا سبورتينغ بن عروس نادي حمام لام في هلال مساكن أمل حمام سوسة شباب العمران القلعة الرياضية مستقبل وادي الليل جندوبة الرياضية مع شباب قيروان ومرجان تبارقة مع نادي القربي والنجم الرادسي معفى. كرة اليد البارح قاعة رادس احتضنت مباراة ذهاب دور نهائي لبطولة النخبة النادي الافريقي بحضور جماهير وينهزم امام الترجي 34-25 ومباراة كانت توقفت في دقيقة 59 و12 ثانية بعد استحالة استكمالها بسبب رمي الجماهير بالمقذوفات وهذا مراقبة لمباراة جلال بن عياد واكثر ايضاحات على لسانه. حبينا نكملوا المقابلة على غالب الامور وفاتت الحدود ولا ثم حديد ثم برشا حاجات لا تحف في الملعب ولا صحة اللاعبين ممسوسة حاولنا بكل امكانيات هال 50 ثانيه باش نكملوها امكانيات كل ما عادش مسموح كنا باش نحاولوا نكملوا المقابله بكل الطرق ما عادش استحيل كل الاشكال المقذوفات في الملعب كان جات والله مقذوفات باب استعدام هذه ولات فيها حديد وفيها فلوس وفيها برشا حاجات اللي خارجه عن النطاق معناتها واضح احنا بشفت النتيجه هذه اللي موجود قولوا المقابله وقفت في دقيقه كذا وكذا على النتيجه كذا وكذا لفريق الفلاني. واجتماع مرتقب في الساعات القادمه للرابطه والمكتب الجامعي لكره اليد لاخذ القرارات قبل مباراه الاياب اللي تلعب نهار الاحد القادم السته بحضور جمهور الترجي في قاعه رادس ونسمع قبل هذا اللاعب بلال العبد اللي يتحدث على انتصار البارح. الحمد لله قبل كل شيء مبروك علينا الانتصار مبروك على جمهورنا اللي ما كانش معنا اللي تفرجوا فينا هذا الشوط الحقيقه مباراه ديربي نهائي بطوله مش تاخذ سكور من الاول عرفنا كيفاش نلعبوا الشوط الاول وفاهم هام بوان لينا احنا الشوط الثاني عرفنا كيفاش نبداو الماتش براتيكمون لعبنا بالقداف الاوقات اللي كنا فيهم احنا زايدين في 6 كونتر 5 الحمد لله هاك شفتوا السكور تلعب شويه بشويه اللي نوصل للفريق هذا مازلنا ما عملنا حتى شيء بعد ما هزينا كوب دافريك سي بون وفات الفرحه غادي قعدنا نركزوا على البطوله والكوب اللي بالحق نستحقوهم يعني على موسم كامل ظهر لي نستحق باش نكونوا متوجين بالدوبلي عملنا شوط على البطوله مازال اخر جمعه شوط اخر باش نكونوا مركزين سي بون الفرحه نتاع الماتش هذا وفات اخر جمعه باش نعاودوا نعملوا ماتش كبير ان شاء الله نتناو على البطوله ومن بعد كيف توفى الفرحه نتاع البطوله نقعدوا مركزين للكوب القابل اللي نلعب عليهم كل الموسم هذا ان شاء الله قطره باش نتوجوا بها. الى الكره الطايره دور النصف النهائي للكاس البارح مباراه النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي عرفت فوز لطوال 3 أشواط لشوطين مباراه هذه دامت 3 سوايع وربع علاش لانه كان ثم تقطعات مناوشات والتشابك بالايدي بين الملاعبيه وورقات حمراء وفي الاخير الحمد لله كملت المباراه. ايضا في مباراه اخرى البارح الاولمبي الاقليبي كان انسحب امام الترجي بطل الموسم بعد الهزيمه 3-0 وهكا دور النهائي باش يجمع نهار 29 ماي الترجي بالنجم الساحلي. إلى الدوري الأوروبي واللقب إيطالي بعد مباراة قوية لنادي أتلانتا بقيادة النيجيري لقمان اللي سجل ثلاثية في مرمى باير ليفركوزن الألماني البارح الفريق اللي يخسر لأول مرة الموسم الحالي بعد 51 مباراة متتالية دون هزيمة واللقب هو الأول على الصعيد الأوروبي لأتلانتا الإيطالي اللي يشرف عليها المدرب غاسبيريني. الكرة في العالم اليوم الجولة 38 للسيريا الإيطالية 8-4 مباراة كاليري مع فيورنتينا كاليري من أجل الفوز وضمان البقاء رسميا وفيورنتينا لضمان مركز مؤهل لمسابقة قارية أوروبية. في السعودية اليوم الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن وأبرز المباريات مع السبعة الهلال البطل أمام الطائي الرائد مع الأهلي الرياض مع النصر الاتحاد مع ضمك وأبها فريق لعبنا التونسي سعد بقير يواجه الخليج أبها مطالب بالانتصار لتفادي النزول في انتظار الجولة القادمة والأخيرة باعتبار أن الوضعية صعبة برشا في المركز قبل الأخير ونذكر أن نادي الحزم اللي يلعب مع أيمن دحمان كان نزل رسميا للدوري السعودي الثاني. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضه جمل تحيات شهير الكافي نهاركم زين.